مين فيكو عايش بمرتب الرياضة؟ انت عايش بمرتب الرياضة، اشمعنى انت في وسطهم يعني كريم؟ لان انا متفرغ بقالي فتره كبيره، متفرغ جدا للتمرين، يعني ما بعملش يعني اي حاجه في قصدي حياتي. بيكفيك هذا المرتب يعني؟ لا يعني حاليا دلوقتي الحمد لله، يعني انا بقالي مثلا سنتين بعسكر معسكر منتخب مصر طول السنه، باخد مرتب من الاتحاد، والحمد لله يعني عندي الراعي بتاعي البنك الاهلي. عشان عندك راعي على فكرة، دي نقطة مهمة. يعني هو بس هو الراعي جه يعني بعد كده، يعني انا الرعايه جت لي بعد، يعني جت لي السنه اللي فاتت، لكن قبل كده انا كنت معتمد على القبض بتاع الاتحاد وبتاع النادي. اللي هو توتل تقريبا بيجي لك كام؟ حاليا دلوقتي باخد من الاتحاد 3000 جنيه. هو برضو ده قليل جدا، 3000 جنيه وبعدين وايه كمان؟ والنادي بس النادي يعني انا ما بعتمدش عليه قوي، يعني طب ما بلعب برضو تبع نادي انت طلائع عايش الجيش، ب 3000 جنيه. يعني بحاول ان انا اتعايش بيهم، يعني لان يعني برضه احنا قاعدين معسكر طول السنه، فبيكون متوفر لي المعسكر، التمرين، الاكل، الشرب، كل الحاجات دي. فالمصاريف بتاعتي ما بتكونش كبيره، بس مش في كل الاوقات، يعني مثلا وقت زي اللي احنا فيه دوت، انا خلاص انا 90 يوم وهنخش بطوله العالم، فده اكتر وقت انت بتبقى محتاج فيه كل حاجه، ومحتاج فيه كل دعم، وكل حاجه تبقى ماشيه باحسن ما انت عايز كمان، علشان تقدر تقدم مستوى كويس في بطوله العالم. لان بطولة عالم يعني انت هتلعب مع الصين، هتلعب مع بلغاريا، هتلعب مع ايطاليا، هتلعب مع اسامي